يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم. السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمني عنكم، إن شاء الله أموركم بخير، إن شاء الله تكونوا بألف خير. أنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم بكل وقت، رجعت لكم فيديو جديد. خلينا أول شي نسمي بالله ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونشوف الفيديو سوا. هون يا صبايا فيديو اليوم مثل ما بتعرفوا أنه بلشت أنه ما ضل شي وقت لحتى أنه ترجع المدارس. تقريبا ضل جمعة واحدة بس لحتى بنتي منى الله يحمي لكم ولادكم ويحميها أنه ترجع، وصارت صف تاني، وهلأ سجلت بنتي شام بالروضة الله يحميها يا رب. فأسبوع الجاي رح تبلش دوام، طبعا رح أصور لكم كيف رح تكون هيك أول نهار دوام بالمدرسة لشامو. فرحت سجلتها من فترة، يعني من تقريبا شي شهر ونص رحت سجلت بنتي شام، وكانت كتير مبسوطة. هلأ هي بنتي شام متعودة على الأجواء، عرفتوا كيف؟ أنا مو ببعتها عند أنسة وبتدرس هي وأختها منى، فهي متعودة إنه على أجواء المدرسة والدراسة وهيك. فإن شاء الله إنه بس إنه هون سوريين، وهون هلأ بدها تروح على الروضة روضة أتراك، عرفتوا شلون؟ فاللهم صلي على النبي، إن شاء الله إنه هيك تحسن تتأقلم وتكون عندها رفقات يعني، وتعرف تاخد وتعطي معهم. هلا هو في منهم سوريين معي، يعني مو الكل اتراك، بس هيك يعني انه بالنسبه للاول اسبوع هن بيعملوا كيفهم بالمدارس قبل ما يبلش الدوام لطلاب الصف الاول والطلاب الروضه، فبيعملوا لهم مثل انه اسبوع قبل ما تبلش المدارس، هذا اسبوع انه تحضيري انه مشان ياخذ الطفل على جو المدرسه او جو الروضه، ما انه هيك يخاف او شيء. كمان بنتي منى السنه الماضيه مو صف اول كانت، فعملوا لها اسبوع قبل ما تبلش المدرسه مشان انه تاخذ على جو المدرسه وما تخاف، والحمد لله بنتي يعني متعوده، لاني كنت مسجلتها انا لبنتي منى بروضه كمان تروح وتجي، فمتعوده على هالأجواء والحمد لله يعني إنه تأقلمت على جو المدرسة بسرعة. وهون شام نفس الشيء، إنه هلأ رح تبلش روضة، فرح تداوم قبل أختها منى، ورح يكون دوامة يعني أقصر من دوام أختها منى، يعني دوام الروضة 3 ساعات، دوام المدرسة 5 ساعات تقريبا. فهلا رح تشوفوا، نزلنا انا وزوجي والولاد إنه أخذناهم شوي على الحديقة، ونزلت تفرشت على شوية قرطاسية وأخذت لهم كم غرض. فهون هيك مثل ما شايفين يا صبايا، نزلت على هذا البيم بقولوا له جنب بيتي يعني، تمام. هون كنت لحالي انا والصغار، فهيك تفرجت يعني شوي. فهون مثل اللي نسيت عن جد، انا هون غلطت انه ما سجلت اغراض البيت على المزبوط، فنسيت وصرت هيك اطلع شو ناقصني شو لازمني. و
وهون مثل ما قلت لكم يا صبايا انه رحت تفرجت هيك، كان لازمني كم غرض للبيت، بس هلا بهذا المقطع يعني ما اشتريت قرطاسية الاولاد، فهلا المقطع اللي بعده انه نزلت انا وزوجي قعدنا شوي بالحديقة واخذنا شوية غراض. طبعا رح افرجيكم اياهم كلهم بس يكملوا، لاني هلا اخذت شوي يعني مو كل الغراض، لاني كيف صاير يا صبايا، صاير انه اول ما يبلشوا دوام هلا بيعطونا مثل ما بقولوا الورقة مكتوب عليها كل الأغراض اللي بدهم إياها اللازمة، فمنروح بنشتريها من مكتبة، يعني بنعطيه الورقة وبيطبق لنا الأغراض كلها. فهون هلا أنا وقت بنتي بلشت الدوام فكنت ما عندي إنه خبرة عن كل هالشغلات، لأني أول سنة لبنتي بالمدرسة، بس هلا لأ صار عندي علم بالشي إنه لازم وشي مو لازم. فأخذت لها الأغراض اللي ممكن تلزمها بالمدرسة، وباقي الأغراض بنكملهم لما أني بدها تعطينا الأنسة الورقة، فبنكمل لباقي الأغراض. وبنتي شام نفس الشيء، إنه بنتي شام اللهم صل على النبي كمان بيعطوها أغراض لازمة للروضة، وبس كيف بدي أقلكم بتكون أغراض بنتي شام أقل من أغراض بنتي منى، يعني مثلا ما فيها الأقلام الكتير أو فيها الدفاتر كتير أو فيها الكتب الكتير، لأن هون الروضة عندهم عبارة عن كلها لعبة بلعب للصغار، يعني ما بجوروا عليهم بالدراسة مثل لما فوتوا الصف الأول بدي يعرفوا الأحرف يتعلموها او يبلشوا بالحساب او يبلشوا بهالشغلات كلها، لا ما عندها بنتي شام، يعني بنتي شام دوبة انه يبلشوا لها بالاحرف، يعني مشان انه تفوت على الصف الاول تكون عندها فكرة عن الاحرف التركية. هلا انا بنتي شامو حطيتها مثل ما قلت لكم فيديوهات سابقه عند انسه سوريه، فالحمد لله رب العالمين بفضل من الله صار عندها فكره عن الاحرف بدي أقول لكم الأحرف السورية الأحرف العربية، فالحمد لله رب العالمين، يعني الله يقدرنا هيك يا رب وما ننقص على الأولاد شي، وهيك نربيهم تربية هيك ترضي رب العالمين، هي أهم شي، ويطلعوا بارين صالحين يا رب، وننفع فيهم أمة محمد. فهلأ بعد ما إنه ما رجعت على البيت ساويت رز فول. هلا هاي الأكلة أنا بحبها، أكلة كتير طيبة وسريعة، يعني ما بتطول أبدا، بس إنه الواحد ينقع الرز وخلص، بس أنا بميل للرز رز بازلا أكتر، يعني بحب الرز بازلا أكتر من رز الفول، يعني هاي الأكلة بميل لها زوجي سبحان الله أكتر مني، وأنا بميل للرز بازلا أكتر من هاي. فساويت الحمد لله رب العالمين، وهون قلبت على طنجرة تانية لأني طلعت الطنجرة هديك صغيرة على الكمية اللي أنا مساويتها، فمثل ما شايفينك طلع منظر بشهي وكتير طيبة، بس أنا يعني مثل ما صرتوا بتعرفوا أنا بعد الساعة 5 ما باكل، يعني أكلت منها تاني نهار 4 معالق بس، يعني 4 معالق رز قبل الساعة 5. وهون هلا بعد ما هيك خلصنا العشاء رح تشوفوا كيف إنه رحنا أخذنا الأولاد وقعدنا شوي بالحديقة وغيرنا شكل، وبنفس الوقت مثل ما قلت لكم اشترينا شوية أغراض للولاد قرطاسية، وإن شاء الله رح أفرجيكم إياها فيديوهاتي اللي جاي بإذن رب العالمين، ورح أشارككم إنه أول يوم بالمدرسة لبنتي شام. شامو إيش اشتريتي؟ فرجيني ايش هاي؟ تعي اشوفها هون عتمة، تعي يا عيني. هاي لمين؟ هاي لشامو. وانتي منى تعي اشوف اشتريتي، مو مبينة على عتمة. كمان باربي؟ بالهنا ان شاء الله. قلتي له لبابا الله يرزقك؟ قولي له بابا يلا اطحني بدك تقعدي فيه. يوم ماما هذا صغير، هذا محمود ما بيسع، والله ما بيسع. وهون مثل ما شفتوا انه هيك لما فتلت بمحلات القرطاسية انه ما صورت،
لأني مثل ما قلت لكم ما اشتريت كتير غراض، فإن شاء الله بس أنزل أنا وزوجي مشتري لهم غراضهم كاملة، رح أصور لكم كل الغراض إن شاء الله رح أخده وأشتريها، إن كان لمنى وإن كان لشام إن شاء الله. فمثل ما شايفين هذا الفيديو قضيناه بس على الولاد وقرطاسية الولاد وغراض الولاد، لأني عن جد أول ما تفتح المدارس يا صبايا يعني في كتير شغلات لازم إنه نجيبها للولاد، وكمان ان شاء الله رح اخذ لهم شناتي لاني كانت منى شنطايتها تعبت يعني، وان كانت شامو ما عندها شنطاي لاني يعني ما انه لسه ما سجلتها بروضه وهيك، فكانت لما تروح عند الانسه تشيل شنطايت اختها، يعني عندي تنتين بس انه يعني قدامة شوي عرفت شلون، فان شاء الله رح اشتري لهم تنتين باذن رب العالمين. وهون يا صبايا حكيت لكم فيديو سابق عن قهوة الإكسبريس إنه كتير حبيتها بالمبيض، فهون زوجي الله يرزق جاب لي هذا المبيض إنه مشان بالبيت إذا اشتهيت أساويها، بس هي لازم تكون حصرا مع قهوة الإكسبريس، هون ساويتها بقهوة اللي بقلب البندق. هون رجعت عدت التصوير يا صبايا، مو رجعت عدته، رجعت غليت القهوة لأني أول مرة ما زبطت، فرجعت غليتها بس مثل ما قلت لكم ما طلعت مثل قهوة الإكسبريس، يعني قهوة الإكسبريس أطيب. وهيك يا صبايا بيكون فيديو اليوم خلص، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه، وبتمنى هيك يا صبايا ما تنسوني بالتعليق والاشتراك. بحبكم بالله وبأمان الله.